هل شعرت بالضيق يوما لأنك تقوم بعمل لا ترضى به؟ هل سترضخ للأمر الواقع؟ أم أنك ستقاوم من أجل الوصول إلى ما تصبو إليه؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة، ولن تصل إلى الجواب إلا إذا بحثت عن جوانب الخير الكامنة في نفسك. فإذا ما بحثت عن ذلك بصدق، ستعرف أن للحق طريقا لا يعرفه إلا من يسكن الخير قلبه. علينا أن نفكر بخطط جديدة أيها اللورد ألوايل. فنحن لم نحقق أي تقدم يذكر مع أولئك اللصوص حتى الآن. قل لي، ما هو المبلغ الذي رصدته من أجل القضاء عليهم؟ أنت تعرف أن عملية كهذه ستكلف الكثير. لا تستصعب الأمر، فأنا سأدفع معك. ما عليك إلا أن تتخذ الإجراء المناسب، وأنا سأقرضك بعض المال لكي نتخلص من أولئك اللصوص. أنا مهتم بالأمر أكثر منك، لأن القضية تتمس كرامتي الشخصية. سأحتاج إلى مساعدتك، لأنك تتمتع بقدر كاف من المكر والدهاء. لا تبالغ أيها اللورد، فمسألة القبض عليهم غاية في البساطة. وكيف ذلك؟ سأخبرك بخطتي في الحال. علينا أولا أن نقبض على ليديا، ثم نتابع القبض عليهم واحدا تلو الآخر. ومن أجل تحقيق ذلك، ما عليك إلا أن توجه أوامرك إلى فارس هذه القلعة الذي تعرف قدراته جيدا، وستقرر. هل تقصد الفارس جيلبرت؟ هل تطلب مني اختطاف فتاة صغيرة؟ أنا لم أقل اختطفها، بل أحضرها إلى هنا فقط. اسمها ليديا، وستتعرف عليها من خلال العقد الذي ترتديه. أرفض هذه المهمة. ليس من عادة الفرسان تنفيذ مهمة كهذه، وأظن أن يديك القذرتين أكثر ملائمة لذلك. أتجرؤ على إهانتي أيها الوقت؟ كفى الآن جيلبرت، أريد منك أن تحضر لي عقد تلك الفتاة. ولكن أنا جيلبرت. جيلبرت، لا تخيب ظني فيك. أنت فارس نوتنغهام الأول، وقد وعدتني ألا ترفض لي أمرا. هل نسيت ذلك يا جيلبرت؟ لا، لم أنس ذلك. من الذي أنقذ حياتك وحياة أختك؟ هل نسيت هذا الأمر أيضا؟ لا، فأنا مدين لك بحياتي إلى الأبد. إذن لا داعي لهدر الوقت، نفذ المهمة فورا. حاضر، لا أستطيع أن أرفض. ويل، أهلا ليديا. أين أجد روفيل الآن يا ويل؟ تجدينه عند منبع النار. شكرا لك. ولكن قد لا تراني. ليديا، ما الذي جاء بك؟ روفيل، لقد قررت ونويت الذهاب إلى قلعة اللورد ألوين، ولكننا لم نعثر على عقدك الذهبي بعد. وماذا بوسعنا أن نفعل؟ فالعقد ضاع ولا أمل في العثور عليه. روبن، شكرا لكم جميعا، لقد كنتم خير أصدقاء في حياتي. ليديا، انتظري. لقد اتخذت قرارا عاجلا، ليس هناك ما يجبرك على الرحيل. ولكنه قدري يا روبن. يجب أن تقاومي وألا تستسلمي للأمر الواقع بسهولة. أرجو أن تبقي معنا، وأنا سأحميك من خطر ألوين وباتشه. موافقة، ولكن هل تجد لي عملا مناسبا في هذه الغابة؟ أود مشاركتك في عمل نافع. نعم، ولكن حسنا، كنت أفكر في تبديل الريش المثبت على السهام، وبإمكانك مساعدتي. إذا سأبدأ البحث عن الريش المناسب. ليديا، قررت عدم الرحيل الآن، هل يرضيك هذا يا روبن؟ نعم، تصرفت بحكمة.
ما الأمر؟ ما بك أيها العجوز؟ لا تقترب أكثر أيها اللص، فلم يعد لدي ما أعطيك إياه. أنا لست لصا وقد جئت لمساعدتك فقط، ولكن هذا يعني أنهم قد أخذوا منك كل شيء. هذا صحيح، لقد سلبوا لي كل شيء حتى مرآة ابن أخي التي أعطرتها هدية له. لا تحزن أيها العجوز، فسأعيد إليك كل ما سرقوه منك. إن اللصوصية عمل لا إنساني وعلينا محاربة هذا الوباء جميعا. سأعود بعد قليل. اطمئن أيها العجوز المسكين، سيقف روبن إلى جانبك لأنك على حق. روبن؟ أجل لو تكرم. أرجو أن تخبره عندما يعود أنني ذهبت للبحث عن ريش مناسب ولن أتأخر. حسنا. أرجو أن تسامحني يا روبن، وذلك لأنني سأذهب إلى قلعة اللورد ألوين لأقدم نفسي رهينة نيابة عن عائلة لانكاستر. ليس أمامي خيار آخر. اصمت أيها الثرثار، ترى ما الذي يريده جون من ديالا؟ لابد أنه سيحدثها عن بطولاته التي يتفخر بها. هل تقصد أن جون يدعي الشجاعة دون أن يكون كذلك يا مارش؟ أخفضي صوتك وألا سمعك جون. لما أوقفتني وماذا تريد مني؟ لا شيء، ولكن سأوديك هذا. أقصد سأوديك هذا العقد يا ديالا. عقد رائع وجميل. حسنا يا ديالا، إنه لك. ولكن أخشى أن يكون جون قد عثر على عقد ليديا الضائع. هيا ماذا تنتظرين؟ خذي ارتديه حالا. لا لا، قل لي أين عثرت عليه. لقد وجدته في الغابة يا ديالا. إنه جميل، ألا يعجبك؟ شكرا لك. يبدو وكأنه قد صنع من أجلك، إنه رائع. لكن قد يكون عقد ليديا. يا للمسكين، إنه يذوب خجلا. ما رأيك في أن نقضي بعض الوقت في لعبة البحث عن اللص؟ أجل موافق، سأمثل دور اللص. كيف سأعثر عليك؟ مستحيل. هيا اخرجي هيا. أين سأجدها؟ لابد أنها قد اختبأت هناك. أين أنت يا جولي؟ أيها الولد، ألست فردا في عصابة شيرود؟ نعم، من أنت؟ أخبرني ماذا تريد مني؟ بعض المعلومات. كان بإمكانك أن تسأل غيري. يبدو أنك مصر على طلبي. هل شاهدت فتاة تضع عقدا ذهبيا حول عنقها؟ ولماذا تسأل عنها؟ حسنا، يبدو أنه يعرفها. وكم ستدفع؟ أحمق. الأفضل لك أن تجيب. سأخبرك. يا للرائحة الزكية. شكرا لك. أرجو أن تعجبك هديتي. ما الأمر؟ الواقع سيدي. لماذا تناديني الآن؟ ما الذي حصل؟ ها؟ اسمحي لي بالانصراف، أنا مضطر إلى اللقاء. لقد أرعبتني، كنت تصغين إلي لك من فتاة فضولية. أين عثرت على هذا العقد الجميل؟ إنه عقد رائع، ولكن أليس من الممكن أن يكون هو نفسه العقد الذي أضاعته ليديا؟ ربما كان العقد نفسه. لا يحق لك الاحتفاظ بشيء ليس لك. سأعيده، وذلك عندما أرى ليديا ثانية، فأنا أرفض الاحتفاظ بأشياء ليست لي أصلا. لا تتسرع في قبول أي هدية مرة أخرى. عليك أن تحترمي أختك الكبيرة ولا تخاطبيها بهذا الأسلوب، هل فهمتي؟ أنت فتاة فضولية، عودي إلى هنا. المعذرة. آه،
اختفى أولئك اللصوص إنني لا أرى أحدا. من الذي قيدك بهذا الحبل يا ماتش؟ أعتقد أنها عقوبة من جون الصغير، أليس كذلك؟ لماذا اعتديت على ذلك العجوز إذن؟ هيا أعطني المرأة التي سرقتها. دعني أفهم ما تقول. هيا أعطني مرأة الرجل العجوز. حدث شيء مفزع، لقد خفت كثيرا، وضعت من الأديالة. وكيف ضاعت؟ خفت كثيرا، وضعت من الأديالة. وكيف ضاعت؟ أين أختك ديالا يا جولي؟ أين ذهبت؟ اعتني بجولي يا ماتش فأنا ذاهب. ولكن يا روبن لم يسمعني. أوفي عن هذا البكاء المزعج. لماذا تجدين نفسك من أجل الحصول على هذه الريشة الصغيرة؟ إنني أنفذ وعدا قطعته على نفسي. هل جئت من أجل الصيد ثانية؟ لا، ولكني كنت آمل ذلك. منذ متى وأنت تعيشين في هذه الغابة؟ أنا لا أعيش هنا، لكنني مضطرة إلى المرور فقط، وأعتقد أنه لن يطول بقائي في هذه الغابة كثيرا، لأنني رهينة اللورد ألوين. لا، هذا مستحيل، مستحيل. عفوا، أريد أن أعرف اسمك. ليديا لانكاستر، وأنا في طريقي الآن إلى قلعة ألوين. ولكن ألوين وعامل رهائنه بقسوة. لسوء الحظ ضاع مني العقد الذي يميز عائلتي، ومع ذلك فأنا سأبقى ابنة عائلة لانكاستر التي تحترم تقاليد عائلتها. سامحيني. تخافين الليل والغربة مثلي؟ من أنت أيها الفارس؟ تلك الفتاة هي ليديا لانكاستر، ولكن لماذا لم أستطع اختطافها؟ ولماذا وضعت تلك الفتاة عقد ليديا؟ ومن تراها تكون؟ أشعر بالضعف، أشعر بالضعف لأول مرة في حياتي. جيلبرت! روبن، ابن عائلة هينغتون. جيلبرت، لماذا اختطفت تلك الفتاة؟ توقف! ابتعد عني. لماذا اختطفت تلك الفتاة أيها الجبان؟ اسمك يا رومين؟ فأنا لست جبانا؟ Yeah.
إنني مضطر وسأنفذ مهمتي فقط، علي إطاعة الأوامر. وهل تظن أن اختطاف فتاة ضعيفة من شيم الفرسان؟ إنه قدري وأنا مقتنع به. قدرك؟ أنا لست فارسا، لأن اختطاف الفتيات الصغيرات مهمة لا علاقة للفرسان بها. كفي عن البكاء يا جوني، صدقيني إن روبن لن يتأخر وسوف يعود بعد قليل. لماذا تبكين أيتها الصغيرة؟ لقد حدث شيء لم يكن في الحسبان يا سيدي. وما الذي حدث؟ أنت مزعجة، لم يعد هذا المكان آمناً، اختطفت ديالا دون أن يقدر أحد على ماذا؟ هيا تعال معي حالاً هيا. وإلى أين تريدني أن أذهب؟ أتسأل إلى أين بعد أن خطفت ديالا أمام عيني؟ لكن روبن قد ذهب لإنقاذها. تماسك يا روبن؟ ولكن أين أختي ديالا يا روبن؟ سامحيني، فلم أتمكن من إنقاذها، لقد فشلت. روبن؟ تماسك، ألست رجلاً؟ كنت أعرف أنك لا تصلح للحياة في هذه الغابة. وأنت يا ويل، ماذا كنت تفعل؟ هل كنت نائما أم كنت تلهو؟ كفى صراخا، لم يكن الأمر بهذه البساطة. ماذا؟ لو لم تضع أختي ديالا العقد الذهبي في عنقها لما اختطفت. كان عليها أن تعيده إلى ليديا فورا. إنهم يتحدثون عن عقدي. إذن لهذا سألني الفارس عن فتاة ترتدي عقدا ذهبيا. ماذا؟ لم أكن أعرف ذلك. لقد حصل أحد أفراد العصابة على هذه المرأة، وكنت أنوي أن أهديها إلى ديالا أيضا. لماذا قبلت سرقتها؟ لماذا تنظر إلي هلا؟ لماذا ضربتني؟ اسمع يا جون، ألم تقل إن الأقوياء فقط يستطيعون الحياة في هذه الغابة، وهذا هو القانون هنا، ألم تقل ذلك يا جون؟ تصور أن تهاجمك مجموعة أقوى من عصابتك، عندئذ ستكون الغلبة للأقوى وستردخ لهم. ستكون أنت في موقف أضعف ولن تقوى على شيء. سرقتم أمتعة رجل عجوز، قل لي لماذا فعلتم ذلك؟ هل لك أن تخبرني ماذا بإمكانك أن تفعل لو كنت أنت مكانه يا جون؟ أتنوي العيش على حساب الآخرين؟ أتنوي استغلالهم بتلك الطريقة المقيتة؟ أجبني. من المؤكد أن ديالا اختطفت عوضا عني، وبما أنها كانت ترتدي عقد ذهبي، ظنوا أنها ابنة عائلة لانكاستر فاختطفوها. أخيرا أصبح لي هذا العقد الذي توارثته عائلة لانكاستر. أحسنت يا جيلبرت. قد جئت إلينا يا ليديا، نعتذر منك لأننا أحضرناك بهذه الطريقة. لا تخافي يا عزيزتي ليديا، فنحن لن نؤذيك أبدا. ولكنني لست ليديا، اسمي ديالا. لا تغير اسمك، فأنت ليديا لانكاستر. قلت لك أن اسمي ديالا، أرجوك صدقني. هل لديك تفسير للموقف؟ قلت لي إن بإمكاني تمييز ليديا من العقد الذهبي، وأنا قد رأيت عقدا ذهبيا حول عنق هذه الفتاة فأحضرتها. ماذا؟ لا يهمني إن كانت هي أم لا، فالعقد أصبح في يدي. روبن سامحني، لو أنني غادرت الغابة منذ البداية لما سببت لك هذه المتاعب. يتوجب علي الآن إنقاذ ديالا.
الأمر يخصني أنا ولا علاقة لأحد في تحمل المسؤولية غيري. ساعدني يا إلهي كي أتخطى هذه المحنة الصعبة بشجاعة، إنه قدري ولا مفر منه أبدا. ماذا سأفعل؟ لم أعد أستطيع الاحتمال أكثر. الفارس لا يخطف الناس العزل، كان علي أن لا أنفذ أوامر ألوين الخسيسة مهما كانت النتائج، ولكنه قدري أن أصبح مهرجا في قلعة ألوين، مهرجا يرتدي ثياب الفرسان ولا يتمثل بهم. لماذا؟